قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين لدى مغادرته مدينة العالمين الجديدة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وملك البحرين كانوا قد أكدا خلال لقائهما الأخوي قوة ومتانة العلاقات المصرية البحرينية التاريخية، والتي ترتكز على دعائم الأخوة والثقة والحرص على تحقيق تطلعات الشعبين في التقدم والبناء والتنمية.